أهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض الجزء الثاني من محاضرة اللي اتكلمنا فيها على الإيميجينج أند الإكس رايز اللي ممكن تستخدمها في مجال الماكسيلوفيشال سيرجري. في الجزء الأول اتكلمنا على الإكسترا أورال بلين إكس راي. تعالوا النهاردة نتكلم على السي تي بصفة خاصة، وهننوه على الإم آر آي في آخر المحاضرة. لو عجبتكم المحاضرة ياريت ما تبخلوش علينا باللايكات والشير، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات. يلا بينا. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على أهمية الأناتومي بالنسبة للماكسيلوفيشال سيرجيون، واسمحوا لنا برضو النهاردة نبدأ بشوية أناتومي ونفتكر كده مع بعض الكرينيال بيز. سبيشالي المرة دي هنبص على الكرينيال بيز from the interior. هذا الكرينيال بيز external view، وهنبص كده على اللاند ماركس اللي ممكن نشوفها فيها مع بعض كده واحدة واحدة. هذا الانسايز فوريمن، هذا الجريتر بالاتاين فوريمن، تقدر تشوف كمان التيريو اوكسيبيتال فيشر، تقدر تشوف الكوندايلر فوسا، تقدر تشوف الكاروتيد كانال، تقدر تشوف جاجولار فريمن، الاوكسيبيتال كوندايل، كوندايلر كانال، تقدر تشوف ستايلوماستويد فريمن اللي بيطلع منه الفيشال نيرف واللي موجود ما بين الماستويد بروسيس اند ستايلويد بروسيس، تقدر تشوف الزيجوماتيك ارش، وتقدر تشوف البوستيريور نيزل كونكي. طيب تعالوا نبص كده على النورما بيزاليز انترنا، وناخد مع بعض ثواني كده ونتخيل اللاند ماركس اللي ممكن نشوفها في النورما بيزاليز انترنا. نقدر نشوف مثلا في البداية كده فرانتال بون، وقلنا بان انا ممكن كمان اشوف الفريمن سيكم اللي بيكون موجود قدام الكريستاجالي. تقدر تشوف الانتيريور كلينويد بروسيس، ولو هنمشي مع اللاند ماركس هذا عند الكريستاجالي، وهذا الكريبري فورم بليت اللي هيعدي منها الالفاكتوري نيرف. هذا الانتيريور كلينويد بروسيس، وهذا فريمن مهم جدا مش هتشوفه غير من النورما بيزاليز انترنا، مش هتقدر تشوفه اكسترنال اللي هو الفرامن روتاندم. وبنشوف مع بعض البيتويتري فوسة، وبنشوف مع بعض الفرامن أوفال، وبنشوف البوستيريور كلينويد بروسيس. اللي انتيريور كلينويد بروسيس والبوستيريور كلينويد بروسيس والهايبوفيزيا الفوسة، التلاتة مع بعض بيعملوا لي حاجة مهمة جدا اسمها سيلا تيرسكا. ولو بصينا كده هنشوف الفرامن سباينوزم والتيمبرال بون والبرايتال بون. طيب نقدر نشوف ايه كمان في النورما بيزاليز انترنا؟ نقدر نشوف سوبيريور اوربيتال فيشر، نقدر نشوف الاوبتيك كانال، نقدر نشوف الفرامن لاسرم، نقدر نشوف البتروس بارت اوف تيمبرال بون، ونقدر نشوف الانترنال اوكيستيك كانال. هذا جاجولار فريمن اللي بيعدي منه 3 كرينيال نيرف مهمين جدا، 9 و10 و11، وهذا الكوندايلر او الهايبوغلوسال كانال اللي بيعدي منها الهايبوغلوسال نيرف، وهذا الفرامن ماجنم، ودي الاوكسيبيتال بون. طيب لو بصينا على السكال كاني واخد فيها اكزيال كات، وناخد مع بعض كده ثواني نبص على الرسمة كويس عشان نقدر نتأمل ونتخيل الاناتوميكال لاند ماركس اللي نقدر نشوفها فيها. هتبص تلاقي عندك هذا الجلوب، وهذا الاوبتيك نيرف طالع وراها تمام، وعلى جانبي الاوربت موجود النيزل كافيتي، وموجود النيزل سيبتم، والاثمويدال اير ساينسز. فتعالوا نستعرض كده مع بعض اللاند ماركس دي. ادي اول حاجه الاي بول، اتس اوكي.
بعد كده الإثمويدال إير سيلز، وعندي بعد كده الأوربيتال فات، وأقدر أشوف برضو الإسفينويدال إير ساينس، وتقدر تشوف الأوبتيك كياسم، ولو طلعنا تاني لفوق هتقدر تشوف النيزل كافيتي والنيزل سيبتم اللي بيفصل ما بين التو كافيتيز بتاعة النوز، والميديال وول اوف ذا اوربت هي ذات نفسها اللاترال وول اوف ذا نوز، وكمان اقدر اشوف الاوبتيك نيرف واشوف البرين. اتس اوكي. لو بصينا على الفيو ده كده كانه كورونال فيو، اقدر اشوف فرانتال بون، اتس اوكي، اقدر اشوف نيزل بون، تقدر تشوف الفرانتال بروسيس اوف الماكسيلا، تقدر تشوف الانفرا اوربيتال فريمن والانتيريور نيزل سباين. لو بصيت وبدات ارجع لورا، وده كورونال فيو، وده اللي اكشوالي ممكن تشوفه سواء في السي تي او الام ار اي، قادر تشوف بوضوح الماكسيلاري اير ساينس، قادر تشوف الاوربت، قادر تشوف النيزل كافيتي، وتشوف من خلاله النيزل سيبتم والكونكي والميتس. طيب تعالوا نبص على ساجيتال فيو. لو بصينا على الكرينيوم ساجيتال فيو انترنال، هتبص تلاقي تقدر تشوف من خلالها الفرانتال بون، تيمبرال بون، اوكسيبيتال بون، سفينويدال، تقدر تشوف السفينويد اير ساينس اللي هو هنا ده كده، تقدر تشوف السلة تيرسيكا، تقدر تشوف النيزل سيبتم سواء كان بيربنديكولار بارت اوف الاثمويدال بون من فوق اللي هي باللون الجراي، او الفومر، ودي لو دخلنا كلوس كده اكتر اهو، هذا الكريستا جالي وهذا البيربنديكولار بارت اوف الاثمويدال بون اللي باللون البيربل واللي باللون الاخضر دي الفومر، وقلنا الاثنين مع بعض بيعملوا لي النيزل كافيتي. ولو بصينا على السلة تيرسيكا هنبص نلاقي الهايبوفيزيا الفوسا وتحتها الاسفينويدال اير ساينس، وادي الماكسيلا، وادي تريجويد بون، ولو بصينا اللي باللون اللبني دي او الازرق اللي موجوده ما بين التريجويد بليتس والماكسيلا فدي البالاتاين بون. طيب تعالوا بقى نبص على السي تي. السي تي بتتاخد فيه كاتس، او مبدئيا نقدر نشوفها في فيوز، وكل فيو بيتاخد على كاتس. الفيو ممكن يكون اكزيال وممكن يكون كورونال وممكن يكون ساجيتال او جانبي. طيب هنتخيل كده مع بعضينا بان احنا هنشوف الاول اكزيال فيو، وهنبتدي بالكاتس بتاعتنا من تحت، يعني من عند الانفيريور بوردر اوف ذا ماندبل وانا طالع للبرين. فاول كات معانا هتكون بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، اقدر اشوف ببساطه من خلاله الماندبل، اقدر احدد عليها الانفيريور الفيلر كانال، الجينيال تيوبركل، وكمان المينتال فريمن. في رايكم نقدر نحدد انه رقم من دول هو الانفيريور الفيلر كانال؟ اكسلنت. اول حاجه معانا انفيريور الفيلر كانال رقم 60. طيب وبعديها بالظبط ادي الجينيال تيوبركل باللون الاصفر، واخر حاجه تقدر تشوفها في القط دون مينتال فريمن. وات اباوت القط اللي بعديها؟ انا بطلع لفوق، اقدر اشوف الانفيريور الفيلر كانال، تمام، اقدر اشوف الانفيريور الفيلر كانال، اقدر اشوف الالفيولس بتاع المندول، ابتدت السنان تظهر عندي، يبقى ادي الانفيريور الفيلر كانال، هذا المانديبولار الفيولس اند المانديبولار تيث. طيب هبتدي اطلع لفوق اكتر،
لفوق اكتر مين اللي ابتدى يظهر معايا؟ المكسلة. اكسلنت. المكسيلاري ارش ابتدت تبان معايا، وابتدى يبان معايا كمان الريمس بتاع المندبل، وبالتالي اقدر اشوف الانسايزف كنال او الانسايزف فوريمن اللي هو عندي رقم 39 بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. اقدر اشوف التريجويد بروسيس ابتدى يبان اهو عندي اللي باللون اللبني اللي رقمه 126، وواضح جدا الاسنان في المكسيلاري ارش. القط اللي بعده طالما ببتدي اطلع لفوق مين هيبتدي يظهر معايا؟ اكسلنت، المكسيلاري ساينس. زي ما اتفقنا المكسيلاري تيس خلاص هتبان معايا اللي هي رقم 92، دي اول حاجه. طيب بعد كده هقدر اشوف المكسيلاري ساينس اللي هو رقم 2 اللي ظهر عندي باللون الاصفر، وتباعا هتبتدي تظهر التيريجويد بروسيس. الستيرويد بروسيس بالظبط كده هي النقطة البوني دي اللي ظهر عندي ورا الريمس، ستايلويد بروسيس. وهذا هنا المكسيلاري تيس اند الالفيولس. يبتدي يبان معايا هنا كده كمان المكسيلاري كيبروزيتي، الانسايزف فريمن اكسلنت، واخر حاجة كمان ممكن اقدر اشوفها هي الريمس اوف ذا ماندبل. طيب ابتديت اطلع لفوق اكتر، يعني ابتدت النوز تبان عندي، المكسيلاري ساينس ابتدى حجمه يكبر ويظهر معايا، وبالتالي اللاند ماركس اللي اقدر اشوفها عندي بدءا من الجريتر بالاتاين فريمن، وراه الليسر بالاتاين فريمن، يليه اكسلنت تريجويد فوسا بالبليتس بتاعتها. قادر اشوف النوز سواء كان التوربينيت وهو الانفيريور، وقادر اشوف الانفيريور ميتس. ماكسيلاري ساينس واضح جدا عندي، واحنا هنا مشاورين على الميديا وول اوف الماكسيلاري ساينس اللي هو في نفس التوقيت اللاترال وول اوف ذا نوز. تقدر تشوف النيزو فارينكس، وزي ما قلنا انت قادر تشوف التريجويد بروسيس سواء كان الميديا وول او اللاترال وول، وتقدر تشوف مين كمان معايا؟ الريمس. الفيو هيبتدي يطلع لفوق اكتر، هبتدي اشوف الكوندايل والكورونايد هيبتدي يبانوا معايا. ادي اهو الكوندايل، يليه كورونايد بروسيس، يليه تيريو بالاتاين فوسا، يليه اكسلنت ميديال تيريجويد بليت، واللي جنبيها اللاترال تيريجويد بليت، وادي التيريجويد فوسا. برافو علينا. نيزو لاكريمال داكت ابتدت تبان معانا، وكمان الانفرا اوربيتال فريمن ابتدى يبان معايا، واخر حاجه السيجمويد نوتش ابتدت تظهر معايا في المقطع ده. نبص على المقطع اللي بعديها، انا برضو عمال اطلع هنا لفوق، الكوندايل خلاص ما فيهوش مشكله، الزيجوماتيك ارش ابتدى يوضح معايا في الصوره، والماكسيلاري ساينس موجود، والكورونايد بروسوس مفيهوش مشكله، نيزو لاكريمال داكت بالظبط ابتدت توضح معايا رقم 109، ها تيريو بالاتاين فوسا عرفناها بقى، نيزل كافيتي مفيهوش مشكله، والنيزل سيبتم واضح معايا هو والتربينيت. وهروح للنوز من قدام عشان اقدر اشوف فيها الفرنتال بروسيس اوف الماكسيلا والفرنتال بون، وكمان اقدر اشوف جزء من مين؟ لاكريمال بون. اكسلنت. القط ابتدت تطلع معايا لفوق، يعني هيبتدي الاوربت يظهر معايا بالبوردرز بتاعته. ها نشوف كده مع بعض. اول حاجه نقدر نشوفها السيلفس. مين السيلفس؟ دي البيز بارت اوف الاوكسيبيتال بون، وتقدر تشوف كمان الاريا اوف الكاروتيد ارتري. هذا اول حاجه اهو السيلفس، ها اريا اوف الكاروتيد ارتري اكسلنت، ها كوندايل سفينويد الاير ساينس واضح عندي. مش بس كده، وكمان واضح كمان في السفينويد السبتم، الحواجز العظميه اللي موجوده جواه.
اقدر اشوف بكل بساطه الفرنتال بروسيس اوف الماكسيلا والفرنتال بون والانفيريور اوربيتال فيشر. انفيريور اوربيتال فيشر هتلاقي قبليه مين؟ اكسلنت تيريوبالاتين فوسا. تقدر تشوف كمان الاسمويدال اير ساينسز اللي هي رقم 15 اللي ظهر عندي باللون الاصفر. قادر ان اشوف الاولفاكتوري ريسس بالظبط كده، ليها علاقه بالاولفاكتوري نيرف. قادر ان اشوف الميديال وول اوف ذا اوربت اللي هو بيسمى لامينا بابريشيا، ودي جزء من الاثمويدال بون. ولنا ان نعرف بان اللامينا بابريشيا دي فيري ثين، في بعض الاحيان الثيكنس بتاعها بيكون جزء من المليمتر، حاجه كده يعني نشبهها ارفع من ورقه الكراسة. قادر ان اشوف الاسفينوزيجوماتيك سوتشر اللي هو عندي رقم 135، وبالتالي قادر ان اشوف الزيجوماتيك بون اللي هي رقم 150 والاسفينويدال بون اللي هي رقم 132. تعال نشوف القط اللي بعد كده. هذا عمال اطلع لفوق اكتر، يعني الاسفينويدال او اسف الماكسيلاري ساينس هيبتدي يختفي معايا ويبتدي يوضح لي الانفرا اكسلنت تيمبرال فوسا اللي موجوده تحت الزيجوماتيك ارش. تعالوا كده نشوف مع بعض. ادي اهي تيريو بالاتاين فوسا، تيريو بالاتاين فوسا، وقدامها هيكون بالظبط انفيريور اوربيتال فيشر. وبالتالي الفريمين اللي موجود قبل التيريو بالاتاين فوسا بالظبط كده فريمن روتاندم، ووراه على طول موجود فرامن اوفال، وورا فرامن اوفال موجود فرامن سباينوزم. وادي عندي الهايبوجلوسال كانال بالظبط، ادي الكوندايل اللي ابتدى يظهر عندي، وادي الفيديان كانال او تريجويد كانال، وبتسمى فيديان كانال لانه بيعدي فيها الفيديان نيرف. والفيديا النيرف هو ببساطة الكومباينيشن بتاع الديب بتروزال نيرف اند السوبرفيشال جريتر بتروزال نيرف، ودول الباراسمباثيك اند السمباثيك انرفيشن اللي رايح للسفينو بالاتين جانجليون. الزيجوماتيك ارش واضح جدا عندي، والانفيريور اوربيتال فيشر زي ما قلنا موجود، وهو الكوميونيكيشن بتاع التيريو بالاتين فوسا. المنظر اللي عندي بعد كده اقدر اشوف من خلاله زي ما هو واضح كريبري فورم بليت، اقدر اشوف الانفرا تيمبرال فوسا، اقدر اشوف الاريا اوف الانترنال كاروتيد ارتري، فورامين ماجنم واضح جدا عندي، وقادر ان اشوف الانفيريور بيترس ساينس، وده واحد من الليديورال فينس ساينسز اللي موجوده فين؟ في الكرانيوم. القط اللي بعد كده عمال اطلع لفوق اكتر، فهقدر اشوف بقى كريستا جالي. هتقدر تشوف اللامينا بابريشيا، وزي ما قلنا بان دي بالظبط اثمويدال بون الميديال وول اوف ذا اوربت. هتقدر تشوف الاسمويدال اير سيلز، هتقدر تشوف السيجمويد ساينس اللي عامل زي حرف السي ده او حرف الاس، وده واحد برضو من الديورال فينس ساينسز. قادر تشوف بكل وضوح الاسفينويدال اير ساينس، وتقدر تشوف باللون الجراي. لو تخيلت كده ادي الدايره اللي باللون الجراي في الاوربت ده، دي الجلوب طالع منها خط في منتصفها تقريبا باللون الجراي ده الاوبتيك نيرف، وعلى جانبي الاوبتيك نيرف موجوده الريكتس ماسلز سواء كانت ميديال او لاترال. الفيو اللي بعد كده ببتدي اطلع لفوق اكتر، فابتدي اشوف بالظبط سوبيريور اوربيتال فيشر، قادر ان اشوف الانترنال اوديتري كانال، وتقدر تشوف الاوبتيك كانال. عمال اطلع لفوق اكتر واكتر، هيبتدي السله تيرسكا تبان عندي، فانا قادر اشوف السوبيريور اوربيتال فيشر، انترنال اوديتري كانال، وفي النص هنا كده بالظبط المنطقه دي كده ابتدت السله تيرسكا تبان عندي،
سواء كانت الكلينويد بروسيس انتيريور او بوستيريور، وهذا في النص الهايبوفيزيال ايه فوسا. الفيو اللي بعد كده ابتدت توضح السلة تيرسيكا اكتر واكتر. فلو جينا من قدام كده وانا راجع لورا، هذا الفرنتال بون، هذا الاوكسيبيتو ماستويد سوتشر، وهذا في النص سفينويد الاير ساينس، تمام، ها، والاوبتيك كانال. المنظر اللي قدامي ده هذا السلة تيرسيكا زي ما قلنا في النص اهي، وهذا الاوكسيبيتو ماستويد سوتشر، نقطة التقاء الماستويد مع الاوكسيبيتال بون، وهذا البتروس بارت اوف تيمبرال بون على اليمين. هبتدي اطلع لفوق اكتر واكتر، كريستا جال ابتدت تبان عندي في الصورة، فرانتال بون ظهرة، واكيد الاوربيتال روف، عند الانتيريور كرينيال فوسة، تمام، عندي بوستيريور كلينويد بروسيس اللي موجود في الميدل كرينيال فوسة، الماستويد اير سيلز موجودة على الجانبين في البوستيريور وان ثيرد اوف ذا كرينيوم، واخر حاجة بوستيريور كرينيال فوسة. طيب كده احنا تقريبا خدنا معظم القطات، ان ما كانش كل القطات الاكزيال. طب ما انا اقدر اشوف برضو في السي تي من ضمن المقاطع او من ضمن الفيوز اللي اقدر اشوفها كورونال فيو. فهنتخيل مع بعض بان انا بادئ من عند التيب اوف ذا نوز من قدام وراجع لورا، وبالتالي الفيو اللي ممكن اقدر اشوفه فيو زي ده كده، ده اول فيو تقدر تشوفه. ها نقدر نشوف مين؟ نتخيل المنظر كده قدامنا، انا قادر اشوف المكسلة، بداية المكسلة، تمام، قادر اشوف بداية النوز، رسمة النوز باينة قدامي اهي، قادر اشوف الفرانتال اير ساينس وجزء من الفرانتال بون، رائع. تعالوا بقى كده نحدد، ها ادي الفرانتال بون وجنبيها السودة دي فرانتال اير ساينس، اكسلنت. تقدر تشوف الفرانتال بروسيس اوف المكسلة، جزء بقى اللي عامل لك النوز، تقدر تشوف النيزل سيبتم، تقدر تشوف المكسلة نفسيها، وقادر انك تشوف السوتشر اللي هيفصل ما بين الفرانتال بون والنيزل بون. القط اللي بعد كده انا ببتدي ارجع لورا، وبالتالي النوز هتبتدي توضح معايا اكتر، المكسيلاري اير ساينس هيبتدي يوضح معايا اكتر، فرانتال ساينس ما فيهوش مشكلة ظاهر عندي، بيربنديكولار بليت اوف الاسمويدال بون. فاكرين لما قلنا بان النيزل سيبتم بيتكون من عظمتين، بيربنديكولار بارت اوف الاسمويدال بون، اكسلنت، ومين تحت؟ فومر، اللي هي رقم 149 اللي قدامنا دي، وهذا قدامي الهارت بالت، واقدر اشوف الانسايزف كانال ما فيهاش مشكله خالص عندي. القط اللي بعد كده ابتدت الاوربت تظهر عندي في الصوره، وبالتالي اقدر اشوف الاوربيتال روف اللي هي في نفس التوقيت الانتيريور كرينيال اكسلنت بيز، اقدر اشوف الكريستا جالي، اقدر اشوف بكل وضوح الاسمويدال ايرث ساينسز، هذا الجلوب الدايره اللي قدامي دي، وهذا الكونكا بولوزا، وقادر اشوف النيزو لاكريمال دكت، النيزو لاكريمال دكت، وهذا الانسايزف كانال ظهر عندي جدا اللي هي رقمها 38. القط اللي بعد كده يبتدي الماكسيلاري اير ساينس يوضح عندي اكتر واكتر، وبالتالي اقدر اشوف الفيو اللي قدامي ده بدءا من الفرانتال ساينس، جنبيه على طول الكريستا جالي، تقدر تشوف الاثمويدال اير ساينسز، تقدر تشوف اللامينا بابريشيا اللي قلنا هي الميديال وول اوف ذا اوربت، تقدر تشوف الانفرا اوربيتال فوريمن، ميدل توربينيت، ميدل ميتس، انفيريور ميتس اند توربينيت، قادر تشوف الماكسيلاري ساينس واضح جدا، الهارت بالت، ميديم بالاتين سوتشر، وقادر تشوف المينتال فريمين والانفيريور الفيولار كانال، اكسلنت. الفيو اللي بعد كده برجع لورا اكتر واكتر، وبالتالي
انت قادر تتخيل بكل وضوح قدامك الكونكي اند الميتس، فتقدر تتخيل فين الاسمه ده الاير ساينس، صح؟ رقم 15 ده اول حاجة. تحتيه ال 144 ده البلت اسف السوبيريور توربينيت، وال 100 رقم 100 هي الميدل توربينيت، والكبيرة عندي تحت اللي هي رقم 42 ده الانفيريور توربينيت، وتحت كل توربينيت هتلاقي الميتس موجود. السلايد اللي بعد كده تقدر تشوف من خلالها جريتر وينج اوف سفينويد البون، وظاهر معايا اللامينا بابريشيا، وظاهر معايا الاسمويدال اير ساينس، والانفرا او الانفيريور اوربيتال فيشر، وظاهر معايا السوبيريور توربينيت والنيزل سيبتم والميدل توربينيت والانفيريور توربينيت، ما فيهاش مشكله. وابتدت تظهر عندي لجريتر بالاتاين كانال اللي هتلاقيها موجوده جنب التو ويزدم تقريبا في الماكسيلا، وظاهر عندي جزء من الزيجوماتيك ارش اللي هو رقم 151. السلايد اللي بعد كده عمال ارجع لورا اكتر واكتر، فيبتدي الاسفينويدال اير ساينس يظهر عندي في الكادر، والاسفينويدال سيبتم لو موجوده بوني سيبتم جوه الاسفينويدال اير ساينس، قادر انك تشوف التيروجويد بروسيس سواء كان اللاترال او الميديال وما بينهم التيروجويد فاسا، الكوندايل او اسف المندبل واضح عندي بما فيه الانفيريور الفيولار كانال. القط اللي بعد كده هيشمل اكتر سفينويدال اير ساينسز، ابتدى يبان عندي في الكادر اهو الفريمن روتاندم اللي هو رقم 21، شايفين التريجايد بروسيس سواء كان لاترال او ميديال رقم 51 ورقم 96، قادر انك تشوف جزء من الزيجوماتيك بون او الزيجوماتيك ارش بالتحديد اللي هو رقم 151، قادر انك تشوف بكل سهولة الماندبل وجواه الانفيريور الفيولار كانال رقم 60، واخر حاجة ابتدى جزء يبان تحت خالص اهو الهايويد بون اللي هي رقم 36. القط ده عمال ارجع لورا اكتر واكتر، فتقدر تشوف سفينويدال اير ساينس، تقدر تشوف فورامن اوفال، صح؟ فورامن روتاندم وراه فورامن اوفال، زي ما اتفقنا خلاص ال 64 دي هي مين؟ مانديبولار ريمس. تقدر تشوف اليوفيولا اللي في النص دي تحت النيزو فارينكس، شايف؟ اللي هي رقم 148، وتقدر تشوف الاورو فارينكس جنبيها، والهايويد بون واضحة خالص تحت اهي اللي هي رقم 36. ببتدي ارجع لورا اكتر واكتر، كوندايلر هيد ظهر عندي خالص، والكوندايلر نيك، جلينويد فوسة واضحة عندي رقم 29، وقلنا اسفينويد البون اللي هي رقم 32، وفيها زي ما انت شايف ابتدى جزء من السلة تيرسيكا تبان. يبقى احنا كده قدرنا نستعرض كورونال كاتس، شفنا الاكزيال، شفنا الكورونال، اقدر اشوف مقطع جانبي اللي هو ساجيتال بالشكل اللي انا شايفه قدامي ده. فلو بصينا كده وتخيلنا الساجيتال فيو، وتعالوا مع بعض كده نستعرض اهم الحاجات اللي ممكن تحددها من الساجيتال فيو. ايه رايكم اللي باللون اللبني ده بالظبط ده النيزو فارينكس، مين اللي هيكون موجود تحتيه؟ اورو فارينكس. مين اللي موجود تحت الاورو فارينكس؟ لارينجيو فارينكس. اكسلنت. الفيرتبري واضحة عندي؟ واضحة عندي. تراكية باللون الأحمر؟ إيه رأيك؟ اللارينكس باللون الأخضر؟ موجود عندي الأورال كافيتي اللي باللون الأزرق ده؟ وموجود عندي الأورال فيستيبيول، وموجود عندي النيزل كافيتي؟ طيب لو دخلنا زوم أكتر على القط اللي انترستد أريا بالنسبة لي، هتقدر تشوف كريبري فورم بليت، تقدر تشوف الكريستاجالي، تقدر تشوف السلة تيرسيكا، تقدر تشوف الفومر، وتقدر تشوف الانتيريور نيزل سباين
incisive canal and hard palate. نفس الفوكسد اريا دي ممكن نشوف فيها حاجات تانية. ممكن نشوف فيها frontal air sinus، نقدر نشوف فيها المكسيلري انفانديبولم. وباختصار كده مكسيلري انفانديبولم دي تجميعة تشمل فيها الهيئة السيميلونارز اللي بتعمل درين للمكسيلري اير ساينس، برضو المكسيلري انفانديبولم دي بتشمل الدرينج بتاعت الفرنتال اير ساينس، الانتيريور اند الميدل اثمويدال اير ساينسز. قادر ان اشوف النيز ولاكرمال دكت، قادر ان اشوف الانفيريور ميتس، قادر ان اشوف جريتر بالاتاين فريمن ومكسيلري ساينس وسفينويدال اير ساينس وتيريو بالاتاين فوسا. اوكي، من ضمن الفيوز اللي تقدر تشوفها في السي تي 3D او 3 dimensional view، ودي حرفيا يعني حلوة جدا لانها بتديك تخيل على المظهر كأنك ماسك سكال للعيان في ايديك. فزي ما احنا شايفين كده قادر بمنتهى السهولة ان اشوف النيزل كافيتي او البيريفورم ابريتشر، قادر ان اشوف الزيجوماتيك بون، قادر ان اشوف الاوربت، وتقدر تشوفها سواء من anterior view او من lateral view بمنتهى الوضوح. هنا شايف الزيجوماتيك ارش والكورونويد والكوندايل والانجل اوف ذا ماندبل، نيزل بون تقدر تشوفها من تحت كده، زيجوماتيك ارش واضح جدا، inferior border of the mandible، تقدر تشوف styloid process، تقدر تشوف trigoid process سواء كانت اللاترال او الميديال trigoid plate. الفيوز او الاكس راي اللي تقدر تستخدمها برضو، ولو ان دي مش لها استخدامات قوي عندنا او مش متاحة قوي، حاجة اسمها VRT volumetric او volume rendering technique of CT، زي ما انت شايف كده كأن بالظبط سكال وحطيت عليها بقى السوفت تيشو. نفس اللاند ماركس اللي شفتها في البوني او في السي تي العادية، هي نفس اللاند ماركس هنا، لكن المرة دي زي ما قلت لحضرتك كأن محطوط عليها السوفت تيشو. طيب what about الـ MRI؟ اللي هتقدر تشوفه في السي تي من اناتوميكال لاند ماركس هو اللي هتقدر تشوفه في الام ار اي، هو اللي تقدر تشوفه في البلين اكس راي، لان الموضوع كله معتمد على الاناتومي. لكن البلين اكس راي ما اقدرش اشوف فيها سوفت تيشو. السي تي اقدر اشوف فيها سوفت تيشو وبون. الام ار اي مور سبيسيفيك للسوفت تيشو. وفي عجالة سريعة كده الـ MRI ممكن تكون T1 أو T2. أنا زي ما قلت لحضرتك أنا عايز أركز على أنا واقف في الطوارئ أو في العيادة أو في المستشفى ومعايا في إيدي MRI، عايز أقرأها. أنا مش عايز أدخل في تفاصيل كتيرة عن T1 وT2 وإيه الفرق، لكن يهمني قوي أعرف بأنه أي حاجة فيها هواء هتبان باللون الاسود. طيب المسلز او الجلاندز، ودي الحاجة اللي انا هعمل عشانها الام ار اي، هتبان باللون الجراي، سواء كان جراي فاتح جراي غامق مش فارق معايا قوي. عشان كده سواء في تي 1 او تي 2 هتبص تلاقي الموضوع مش فارق قوي، لانه في كلا الحالتين المسلز تقريبا هتبان باللون الجراي. تعالوا نشوف كده مع بعض. اهو ادا كورونال فيو لام ار اي، نبص عليها بالراحة كده ونتخيلها. والله انا قادر اشوف المكسيلري ساينس اهو قدامي لون اسود، النيزل كافيتي باين عندي باللون الجراي سواء كانت الكونكي، ادا الهارد بالت مكسيلا، اللسان باين عندي اهو على الجانبين باين الماندبل. تعالوا بقى كده مع بعض نحدد. ها يلا، فين عندي الانتيريور بيلي اوف دياجاستريك ماسل،
هنبص تحت كده خالص الرمز AB ده الانتيريور بيلي اوف دايجاستريك ماسل. طب فين الباكسينيتور؟ بالظبط هبص ما بين الماكسيلا والماندبل ادا البي وباكسينيتور. وات اباوت الجينيو جلوسس؟ اللسان في النص اهو باللون زي ما اتفقنا، اي مصل هتبان عندي باللون الجراي. هارت بالت ماندبل وماكسيلا واضحه. طيب مايلو هايويد مصل، الماندبل عندي اهو مايلو هايويد مصل طالعه من مايلو هايويد ريدج ورايحه ليه الهايويد بون. بالظبط هذا مكان المايلو هايويد مصل. طيب تعالوا نشوف فيو تاني، ساجيتال فيو. شايف ها فين الفرنتال ساينس؟ كريستا جالي عرف الديك اهو قدام. كريبري فورم بليت قادر انك تشوفه اهو، كريبري فورم بليت فرنتال ساينس كريستا جالي. الهارت بالت واضح. كوربس كالوزم وده جزء من الثالمس. ادا فيو تاني لو انا باصص اكزيال فيو، شايفين شايف قدامي ببساطه ووضوح النيزل بون. كريستا جالي سمويدال اير ساينس قادر انك تشوف الكافيرنس ساينس. والكافيرنس ساينس زي ما احنا عارفين ريليتد للبيتويتري جلاند، وبالتالي انا لو قدرت احدد السله تيرسيكا هو موجود. السله تيرسيكا زي ما اتفقنا عباره عن كلينويد بروسيس سواء كانت انتيريور او بوستيريور، وفي النص هايبوفيزيا الفوسا والبيتويتري جلاند. الكافيرنس ساينس موجود لاترال للبيتويتري جلاند. وعندنا حاجه مهمه جدا في مجالنا اسمها كافيرنس ساينس ثرومبوزس. وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الثاني من محاضرتنا. اتمنى انها تعجب حضراتكم، واتمنى ان حضراتكم تقدروا تستفيدوا من المحاضره بصفه عامه سواء كان بارت 1 او بارت 2. وفي النهايه مش هقدر اقول لحضراتكم غير يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والشير، وارجوك تنزل تعمل سبسكرايب حالا للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد مننا. مع السلامه.